الحماية المدنية تقول إنه في الأربعين يوم تقريبا اللي تعداو أي من 1 مي حتىش 11 جوان تم تسجيل 4792 حادث مرور اللي انجر عليهم وفاة 71 شخص وإصابة 5704 شخص. كي تسمع الأرقام هذه شنو تقول؟ قول للأسف، قول ربي يرحمهم وربي يشفي الجرحى. أما مالوغوزمون خطرنا في تونس، أولا ما فماش نقل باهي وسرعة برشا ومعناها وأكثر حاجة إنه طرقاتنا خايبة 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 على الأخر، فمش تصليح، فما طرقات جديدة وطرقات القديمة قاعدة كما هي، معناها أموا أنت كي باش تجدد في طرقات تصلح القديم، راهو عبيد قاعدة تموت راهي يرويح عبيد، معناها مالوغوزمون ما فماش، طرقاتنا خايبة، السرعة برشا في تونس سورتو في الوقت في المناسبات، كي يقربوا المناسبات تكثر الحوادث، وزيد أصلا حتى وسائل النقل في تونس خايبة وتعيسة على الأخر، ما فهم شيء، حتى كي جيبوا كيران جيبوا حاجات قديمة ديشي نتاع فرنسا، دونك مش باش نقول ماذا بينا كان الحاجات هذوما ينقصوا، ومعني الحوادث تنقص. أموا نصلحوا الطرقات ونصلحوا من وسائل النقل ونصلحوا من رواحنا من السرعة، نقصوا من السرعة، نخموا اللي فما بو يستنى فينا، فما أم تتشوي علينا، فما بنية، فما صغير، فما يولي ويتامة، معني نخموا في الحاجات هذوما. أموا الأرقام هذه تفجع برشا، خاصة احنا قادمين على موسم صيفي وعن المواطنين بالخارج يهبطوا، عن الفروحات في تونس يولي اكتظاظ في الطريق العام، استعمل الهاتف الجوال اللي هو أكبر كارثة، السياقة في حالة سكر، برشا أسباب من أهمها الإفراط في السرعة، السياقة بدون رخصة، المجاوزة ممنوعة، هذه الأسباب معناها تسبب في حالات وفاة مرتير، اللي هذا معناها أرقام بالحق، أرقام مفزعة برشا، ومن معناها نحاولوا اللي المرور معناها يقوموا بعمليه تحسيسيه في الطريق العام اكثر منها المخالفات، خاطر المواطن كي تخالفوا من الاول ماهوش ردع، الردع هو بانه تحسسوا توعيه من المره الاولى، من بعد كي تخالف مره ثانيه وثالثه ولا في حاله سكر ولا يمس خطر على حال اصحاب المواطنين في الطريق العام ولا السيارات الاخرين، وقتها تعمل له معناها مخالفه ردعيه ويستوجب ايقاف حتى السياره اذا هو في حاله سكر ولا بالسياقه بدون رخصه ولا ما نعرف هنا استعمل الهاتف الجوال ولا مجاوزه ممنوعه، هذه مخالفات معناها كبيره برشا. هي ارقام مفزعه، ارقام توحي على انه مانيش نحترمه في القواعد المروريه، وربما هذه ظاهره قاعده تتفاقم من شهر الى اخر او من سنه الى اخرى، وهذه لازم انه نراجعوا فيها رواحنا شوي، وربما حتى انه تكون ثم ومضات تحسيسيه انها تكون متواتره وتكون يعني متجده سلون الاحداث اللي والحوادث اللي قاعده تصير. حسب رايك انت السائق في تونس عنده درجه من الوعي تخليه يفيق انه وقت اللي يستعمل تليفون راهو ينجم يضر عباد، وقت اللي يعمل مجاوزه ممنوعه كيف كيف، وقت اللي يسوق وهو تاعب ولا هو في حاله سكر ينجم يتسبب في كارثه؟ ما فماش حتى سائق في تونس واعي بصراحه، خاطر ما فماش عبد يسوق ما يشدش التليفون، ما فماش عبد يسوق ما يدوبولش على الاخر، اعطيه يوصل بكري، راه مش المهم توصل بكري ولا المهم انك تجاوب على المكالمه هذيك، المكالمه هذيك تنجم تؤدي لحياتك وحياه الاف غيرك، وتحرم واحد من امه ولا الاخر من بنته ولا الاخر من خوه ولا تشوي عائله كامله، دونك تنجم المكالمه هذيك تاجلها من بادرج، تنجم تقف وتجاوب على تليفونك، هذه حاجه. كي باش تدوب انت على العبد باش توصل قبل بدرج ولا حتى قبل بساعه، شنو باش تربح كي باش تموت؟ باش تخسر حياتك، باش في بالك باش تربح ساعه باش تخسر حياتك، وما بيتش يخسروا حياتهم. حاجه بربي نحب نوجهها كيما نقولوا للمسؤولين في الدوله، نجموا نعملوا برنامج توعوي غراتويتمون بلاش للي يسوقوا، خاصة للنقل الجماعي، بربي ونعاود نقولها، خاصة للنقل الجماعي أكثر الحوادث متسبب فيها النقل الهمجي، اللي نقول له أنا واحدة من الناس ما نمشيش في النقل، نقعد نطيشة في الشارع ما نركبش فيه، خاطره همجي، يدخل من هذا ويخرج من هذا ويدوبل على هذا، أموال نعمل لهم حملة توعوية، مش لازم تعيط لهم، امشي لهم سور بلاس، وعيهم راك تشد التليفون، راك تزر العباد، راك تدوبل على عبد ولا كي تزرب ولا كي تزقزق في الاوتوروت، راهو اوتوروت مش معناها اوتوروت يلزمك تجري في المية وواش ولا في الميتين، اوتوروت معناها طريق سريعة باش نكونوا منظمين فيها زادة، اخزر البلدان المتقدمة،
خمم اللي فما عائلات نجم تتشوي خمم في عملوا لهم حملات توعوية مثلا. خلينا نحكيو شوية على العقلية، لأنه لما تحكي مع جزء من التوانسة يقول لك أنا وليت الوقت اللي نلتزم ونقف في الضوء الأحمر ونشد يميني وكل نلقى برشا مشاكل في الشارع، فما حتى الناس تتهكم عليا مثلا يمد راسه من الشباك ويسبني عادية. شوف إذا كان أنت تتبع إنسان جاهل مش تولي جاهل كيف؟ دونك انت خليك كيما انت واعي كيما انت، وكون خليك عندك ثقه في روحك اللي انت واعي دونك انت خير منه. دونك انت كي باش نقعدوا هذا يقول اه والله تو يتمقعروا عليا، مالوغوزمون هذه العقليه في تونس تو يتمقعروا عليا خاطر انا واقف في الضوء. خليه يتمقعر عليك واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد ويتبعوا بعضهم، لكن للاسف في تونس العقليه يتبعوا الخايب اكثر من الباهي. خليك علاش كان باش يقعد كل واحد واعي باش يقعد يتبع اللي مش واعي؟ هكاك ما عادش حتى واحد واعي في تونس. او موا خلي الناس الواعي خليك واعي وخليك معناها كيما نقولوا شاهد في قيم نتاعك، واللي انت ما نحرقش الضوء ما نشدش التليفون خليك كيما انت، علاش تتبع في الهمجيه؟ للاسف الوعي هذا مفقود جمله. مفقود جمله شو معناها؟ معناها اذا هو مش يسوق في حال سكر ما عادش يخمم في غيره، إذا مش يستعمل هاتف الجوال ما يخممش في سيارة وراه، ما يخممش في مترجل، يخمم كان في مصلحته الشخصية. هذه الأسباب اللي هي تفقد التركيز في حالة السياقة وتتسبب في عديد الحوادث، يضر بنفسه بدرجة أولى ويضر بغيره. التونسي عندنا نجم نقول لك اللي نجم يتقسم لثلاثة ولا أربع فروع، فيهم اللي يحاول أنه يطبق القواعد المرورية، وثم اللي يستهتر انه يستهدر خاصة الحالات السكر واللي هي موجودة، والا السياق في حال تعب، والا السرعة المفرطة اللي 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 تونسي اليوم قاعد وحسيته اللي قاعد يسارع في الوقت، وثم تكمل هنا المشاكل هذه متعدة انها توصل لنا للنتيجة اللي والارقام اللي كنا نحكوا عليها بكري. 71 شخص توفوا ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم، اما توفوا في 40 يوم. ما نحكيوش على حوادث اخرى، ما نحكيوش على امراض، ما نحكيوش على حاله الغرق، ما نحكيوش على هذوما 71 يوم. واحد توفوا في حوادث مرور معناه في 40 يوم كهو. اي 40 يوم معناها شهر و10 ايام. اذا احنا نفقدوا معناها 71 حاله وفاه في شهر و10 ايام معناها كارثه كبيره. في العام نحكي على 700,000 رقم مفزع برشا، رقم مفزع برشا. ان شاء الله ربي يرحمهم هم مين حاولوا ناخذوا الاحتياطات اللازمه، نلتزموا معناها بالقوانين، سلامه المترجلين، احترام الاولويه، ان شاء الله ربي يرحمهم. لهنا وكان ولينا مستهترين، يعني ثم استهتار كبير يعني بالثقافه المروريه. دونك لهنا هي صيحه فزع لازم نخرجوها ولازم نقفولها زاد. مازلنا ما حكيناش على الفصل الصيفي اللي باش يدخل، نحكيو على الاجواء والعروسات والعباد اللي تسوق في حاله سكر والمشاكل هذيك كلها معناها. يعني هم العوامل هي العوامل نتاع الحوادث هذه متعدة هي، واذا كان باش نعدوها هي تحصى ولا تعاد. لهنا راني قلت لك لهنا لازم اكيد انه المواطن يكون سيد نفسه، خاصه في علاقته بالشارع وبالطريق. دونك لازم انه نتحملوا مسؤولياتنا، وخاصه ان في كما قلت داخلين على عطله صيفيه، يعني لهنا يلزمنا نتريثوا، يلزمنا احترام القواعد المروريه، ويلزمنا زادة حتى خروجنا يكون ثم ساعات خروج مش لازم، يعني لازم نخرج في اوقات اللي لازم نكون انا عندي اني باش نخرج. فهمت شنو تقول للاولياء اللي مدت المفتاح لولده ولا لبنته خاصه في عمر صغير ولا ما عندوش رخصه سياقه، ويقول لك نورمال انت مو كيما نداده، خليه يعيش حياته، خليه يمشي يسر، خليه يسوق، خليه يتعلم، مع انه ما يعرف شيء مثلا من قانون الطرقات مثلا. هذه الجمله اللي خسرتنا في برشا شباب، وهذه الجمله اللي هلكت التربيه، اللي تعبت الاولياء في التربيه. انا واحده من الناس ولي معناها عندي صغار، وليت صعب علينا في التربيه. تقول لك انا عندي صديقي ولا صديقتي تسوق في الكهرباء، انت وين باعثه صغيرك؟ معناها انت تحسبه دليل؟ راه مش دليل، راك تهز ولدك في الخطر، وزيدت كيفاش يقولوها تهلك في تربيه صغيرك. خليه بوقته ياخذ البرمي ويسوق، عنده وقت ويسوق فيه. مالوغوزمون هذه انا نقول غلطه من الاولياء.
صراحة راهي غالطة. ويلزم إذا كان تلقى ولي عاتي لصغير وما تعاقبش الصغير، تعاقب أمه وبوه، خاطر هما اللي عطاوه الكهرباء، هما اللي عطاوه المفتاح، دونك تعاقبوا هما. لأنا أن الولي باش نحمل المسؤولية كاملة، وأنه الفرح الزايد أن نمد السيارة نتاعي، وإلا الولدي كما صار مع أصحابه ولا فوالا، وإلا كما صار في الباكسبور ديريير مو، معناها رينا مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني حاجات يندى لها الجبين، واكيد انه تكون لها وقفه حازمه. هذه حسب رايك انت يجي وقت انه العدد نتاع حوادث الطرقات ينقص وتنقص المشاكل هذه في الطريق؟ اذا كان يولي الشعب التونسي اللي يسوق في الكراهب يولي واعي، اذا كان نوصلوا احنا نولي واعيين ونعرفوا شو معناها حادث، شو معناها عبد يتشوي على ولده ولا على ابوه ولا على اخته ولا على امه، ونعرفوا شو معناها الشوي، هذيك وقتها نفيقوا. رفع مع عبد يتوفى شكون في عائلته وما يفيقش يقعد يعاود في نفس الاخطاء، يقول لك هيا ستر ربي وذاك اللي كتبه ربي. نو، اذا كان ولي واعيين راه ما عادش مش ينقصوا، ما عادش عنده حوادث.